طيب كريم، عايز اطمن على موقف كهربا. كهربا متاح بالنسبه للجهاز الفني في مباراه اليوم ولا هيكون خارج هذه المباراه؟ لا يعني نقدر نقول بقى خلاص مع الدقائق الساعات البسيطه جدا اللي بتفصلنا عن هذه المباراه، محمود عبد المنعم كرامه هيكون خارج القائمه الخاصه بهذه المباراه. يمكن هو كان في محاولات كبيره جدا ان هو يكون متواجد حتى او في قائمه المباراه، لكن امبارح كان اول تدريب ليه بالكوره. التدريبين اللي فاتوا على ملعب كهرباء زي ما اكدنا كان كلها تدريبات جري خفيف حول الملعب، يمكن امبارح خد جزء بسيط جدا فردي تدريبات كره مع كيبي مخطط الاحمال، لكن بنامل بقى ان شاء الله باذن الله ان هو يلحق مباراه العوده، لكن تحديدا محمود عبد المنعم كهرباء يكون خارج قائمه فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم.